النقطة ديال الانطلاقة ديالنا ان شاء الله هي هادي. دابا حنا في سيد الحو هذا هو الشباب اجي عندنا يا اخا ولا الله يرضى عليك. فين هو السيد؟ ها شي حاجة اللي خارجة السيد هو فين هو هنا؟ هو هنا شي حاجة من وين؟ كراج الشباب اسمعوا الله يخليك الشريف ديالنا. بالنسبة من المسار ديالنا راه غادي نبداو من هنايا من الطرح ديال سيد الحو غنطلعوا بحالنا الجبل الشلال وغادي نطلعوا بحالنا على ديك الغيره راه هما فين ما كيبان ديك الستاره وغادي ندوروا ندخلوا للغابه ونخرجوا بحالنا. كاين الشلال اخي هنايا؟ كاين الشلال. توكلنا على الله. ¿Qué está haciendo mi Dios, tío? Guay es Paraguay. Qué buena vista, ¿no? Hombre. داك مستنقع مستنقع ديال المحميده تهدرت داك امتداد ديك المستنقع اللي كاين راه ما فين هما بس ديك الطريقه ديك القطار مع ديك ديال محطه الحاشف المسار الشرف سيد الحمراء وفين هو هنا كاينين هادو بني تقليدي بني محلي ديال
كيدورو المنازل ديالهم ديك حدادة حدادة. هذاك راه فين هو هذاك مهدل بقرمود بمعنى غير من عادي اسباني ولا ديك كيكونوا بنيين بقرمود كانوا كيكونوا الحمد لله الحمد لله على قناعة رحم والدينا الصحة هذاك الدوار هذاك راه فين واش شنو 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 مع الخندق من لا غادي نمشيو مع الخندق غادي نوصلوا غادي نوصلوا داك الحجر هذا الحجر راه ما فين ما غادي نطلعوا بحال الناس غادي نخرجوا في الطريق الكبيره ديال هذيك ماشي مشي كاين واحد الطريق اخرى شفنا الطرد هذاك الحجر راه الطرد ديالو اييه هاد الحجر هادو اللي هنا هذا الطرف ديالو الطرفانيين هادو كي نوصل للطرف ديالو الله ديرك غادي نخرجوا تما البستانيين كنعاود هي هذيك اللي وهي هذيك راه كنبقاو ماشيين حيط حيط يعني انت غادي نمشي بحال هكا الحيط الحيط ترى من الطرف هذاك عاد رجع لا كاينه الا بغيتي تمشي عام القاد تما من هنايا حق الطرف الحجر هذاك في الطرف ديال هذا الطرف ديالو الطعني تمشي هكذا هيدا سيقات هايدا غتخرج من الطريق نيشان هي حسب هذوك الضرب الدوره ديك الدوره حنا كنعملوا ديك الدوره هايدا كنمشيو نقلبوا واخا نوليهم وعاد نطلعوا واخا نمشي لهنا وغادي غادي الطريق تما لا كنجبروا ملي كنكون ماشي نجي هاد البار لا نقلي ليا حيت الشتاء تعطلات شي اللي فات وقت دابا هاد العام هذا ما عطاش لا ما عطاش الشتاء تعطلات ولكن كاين شي حاجه دابا قليله حاجه قليله قليله كنبغي نمشي تما كنوصل حتى السيد عاد كنقول نجوزو بحالكم على الطريق قولي ما افتكروه نسيوه ظلموه ايوا هذا وين وين لان انا مره اخرى فاش عاد كندور هنا فهاد يا كاسي نعم هنا نسينا هنا في هاد البلاصه هادي ما كيكلفش داك اللي هو اسمه لا كاين ورك تفرنا فرنا الثلاث ديال الطاب كاين ورك هذا عندك انت في الغرفه عندك ديك الكيسيه ديك الكيسيه من النار يا واحد الغرفه عنده هذا اللي كيدير فيها شنو هو انا من النار باش نشوف النار شنو بروا لا ماشي بروا نو شنو اسم هذا اللي يلا يخرج الورد ديالو نسيتو لفتح لفتح يا لفتح الاسبانيه سي لاخر 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 مع بعض يسموه الفتوح لا خالة هذا مزيان المثل هذا هذا كيدخلوا الغابة كيجمعوه اش كي واه هذا الحرارة قدادة الحرارة في الحرارة اللبس ديالو كيعادل تقريبا في واحد الحجر ياه طقة طقة وي كيصبر خاصك تصبر يمكن لك تشعلو اليوم يبقى لك 24 ساعة كيطفى عاود تشعلو مزيان ما فيهش الشقات إذا فيه اللي ياخذ دور بزاف اللي ياخذ دور بزاف توا توا الضو كيكون فيه خشب كثر هاد البلوطة كاملة بلوطة تبارك الله هي البلوطة ديالها كتكون صغيرة هي غاتديها نوح ولا رشيد الله حيت فاز رشيد هذا معنا على السلاله وانا خصو السلاله انت صغير خرج من الباب اللي لطات اخرين طاحت عليه الشتاء خرج من الباب هذا دونك نزرعوها
خشش. شكرا شكرا لدعمكم بأعوادكم. هذا منظر بانورامي عاوتاني. راه الحاد راه تشار جديد. كاين شي حبات باين هنايا واحد حبة كبيرة عاود نجمها من هنا صلاة على النبي شوية باش كي باقاش دابا اثار الحلو الحلو فعمل هاد اثار الحلو لا كيكون كي باقاش لا بطاطا لتحت فهمتيني بطاطا اللي كياكلها وكيبقى يحفر كامل الحفارك بحال هكا اجبرهم هنا وجبروا ليه هنا دابا هو قريب دابا هنا دابا راه هو مخبى هذا انا مشيت لتما منين طلعوا؟ من هنا خلينا ليش؟ شي واش كنبقى من ديالو تسمى
دخل كرشك لا ما شيء لا خرج عند الراق على اللي مورايا انا كنجرب انا ابراهيم انا لا كاين يرقي يا رسول عثمان ابراهيم تما مغامرة فيها ديال ما كنكتشفوا هذا الطريق هذا اول مره كندوزو هذا الطريق واش عرفنا صافي شوف حنا لا تلقى شي محبق بعدي ولا والو لكن شغل كبير هذا شغل كبير وقطعوا انت يمكن نلقى أخيرا وصلنا راه هو السلام عليكم شعور ديالك شعور ديالي كما سينت كما سينت عربية شوية عربية عربية شوية نهضر شوية عربية ماشي مشكل نحاول نهضر عربية خولة ودي سبلا عربيتية Thank you.
الحدثاء لا يراؤون الناس. نعم هذا وإياكم. دابا عندي نشكون فيها هازيلا إيه كيلاش بزاف مغاربة عند الثالث هذا الرابع هذا مرحبا قالوا مرحبا دير حاجه شي قبيله حق مودرن قبيله مودرن شايف واش الهويه اه قبيله القريه اه مودرن اه دورا كيف مزرعتك هذا السفينة في البحر عندك الحق كامل تما تا كتبقى توقف الشتا وتحلي في البحر عاد ديال السودان كيخرج حرك البردة ترى في الناس كنا جوج ثلاثة ديال
الغابة وحرق
الله الله يديوس عبركم مستوينا وادي فراواي وراك ورد احنا في الغرفة اللي داخل اوه بضرب العربية شادة عثمان اجي اجي